والله ما سنيا فرتي رمضان لحبه غلية تداد يكون تقيه جريه ده أبين كاوحي لتكن كريا لتكدي ولا دعيتي صبح الشن يا لباسنات يا رمضان أي واجو بري مركز أمر وحسيي قطص إنه عيدا كوه جامين يبب رس مقدمة دها أي صار دعان بورلي ديك ويس صام موجية لكن دقالك هو حرب نفسية هاي كلاش كلمة ليش تجبيها عينك مر ما صوت دادعين كتيبة كتيبة هورن هورن يا ونقول نقبل له سود داي هورن هورن يا ونقول نقبل له سود داي عيد ماذا رسمي جاء وطه قطس زي جودا كلا نوع كتيبة با در نوع مدب نوع فرد نوع هب نوع يتدا ده بتنا كل بهورن بسود داي دكته مدب قارله كتب غوايا كتبوا وحن صاص وعدك على وضع نوعه دبتنا صار مدين كي ورك سوف فينا يلا صعده صار مدين با ورم يوح لي عد عيد ومركي أي صاب بحضي أي صاب مغدين عيد ما دي مسلمين تنا كوحدي وقصه الرئيس يبودي وحي هاين كوح مدى بعثانة هي عدانة وطا مدى بجدود هي عدان بيستان حبكنا وأودني وأنا قرح بدين بيوش أحد مدائنا عرض عسكرية مريا يعني إن أذكرت مركنا الدماش هذا يسهد بلدك كوتشر توك لين لمريا رجع وصعد داعي سار مدين وحلي ويا بي كتبوها مركو أركي إذا ماذا نوع كنا وايو حي غن عيد المسلمين أصد أحمدونه قال على كوتشر أرض فايسك وحصة طرطورة أما مركا الله يسار كعرارة أما يتسور ديبة لكن مسلم فعلها صور دكتور مدباله فرو موارك واحد آذان سارم الدين أيبك با وحو يلي كتبغى كتبغى با وحو يقولي رنك من هذه رنك وكلمة فارسية بايد آذان اللوكا مدب كان يا وطبو لي عيدا كان واقوما واعيدا ما يعني فرقاته ووتي أما بوتو ينكيك سعودي المسلمين تعلامتك لأنه علي وبوتدي كما أي ويدي وعلي بوتدتني وبوتو وطو سنقر الرومي سنقر الرومي واحد أمراء المماليك البحرية دي هر الرق خطر سنوي يعني سوى على رأي الشامي مجيب له سعودي وشان الندوة وين عيدا كمتكملة مر لبعض با واحد صاب حيد ولوس بوريك سود ده تجاه دنا قل الجول سيدته در يلاوة سفر مدة بردي يا در له قل سيدته صعد على دعده دنا مر لبعض بويدي عيد ما دنا واعي بويس ويد عيدا كنا وباللبان الرشيد باللبان الرشيد اسمه ومماليك في بحر قارن كترتن وغلاد الشام كسر نقطة يسونه وشرن سنة مقع عالي بيوي سارم الدين اي بكوت ولي عيدة ما دي مسلمين تقول بقوت عصوبهم بابا صورنا دعضا ومدى بعصوب له سيدي اي ويدين اي مركي درمان اي بكالا قرن وايو انا مقع عيانو صمي يستبيلو كان او قوت دي هبلو ما سكيد هذا بيوي بركة قوت صورنا دعضا عما شايقا بيوي قوت دي صورنا دعضا مقع بو بحي مركي ببرسي عيدة كي يبادين بناهكي عندما المسلمين تمركا كانوا حلو قد البنايا موسيقى لقراعيو قلب دربانة دانيا وحن لقراعيو قلب دانيا دربانة دان قابك الله قراعيا وحي شيخ ياندقالك قابك الله قليو إنا دويرا ريسو إنا تسوكيسو إنا ديبو قرانيسو إنا دهرو سعونيسو إنا دميدك تحوشينيسو إنا دبيدح تحوشينيسو وحا صور دامي ورو مباحنا وحا يباحن تهي كوح دبان بويدة دنبه موسيقى تيو قراعدا وحي شيغي ساقاب كادو دقال قليش وحا الله قراعي مرخاسي موسيقيا دادا دقال خرو صعدا وصعدا دعين عيدا كدامان تي قطس بام هامولا شانا كيسان كوانا وامرت موسيقى دمبوكا سينيا
كتبغانا وابع علي سنية وحي يقوموا غطي كتبغا إنو دك دك دقال كودا مايو دبيتنا بكامل جيشه بوكو صوق علي دقال إذا ماذا تصارك يكوي مسلمين تأتكو سعودة وادي موسي قد يوحي بعد عي لبضن إن إذا ماذا كله قامين يا والله بني نخبير لكن وحين ذي الأفرتنا يتنو دقال كسو تشري كاننا إلا دوري أفرتنا دي بسبو كسو تشري والله بني نروق عداية دقال كيوه في الأمر iyadoo tartanku xoogood iyo dhan ay adeegsanayaan muslimiintu dagaalka waxay ku tala galeen khudbo saddexba la soo siiyay febrisinu ku dagaal galo ka koowaad inuu dagaalka bilaabo laakiin aanu xoog hore ugu socon ee nimanka in la daaliyo una inuu daaliyo ciidanka kan ayuu isagu dagaalka u soo galay muddo markay socotay oo tataarkiina xooggoodii oo dhammay dagaalka soo galay ayaa muusigii dib loogu garaacay waxaa la amrayaa inuu dib u gurasho sameeyo dagaal seefeed oo socda inaad dib u gurato khito fudud maaha waxay yidhaahdaan taariikhyahanada qaarkood waa dagaalkii beershiya dagaalkoodii ugu weynaa iyo ugu dambeeyey waa qaabkii saxaabadu ku jabiyeen waa qaabku u dagaal galay ciidanku hogaaminayay نعمان بن مقرن صحابي اللي ورين شري مقدمة دي سهل كباب رسنا وحاوه شري صحابي اللي ورين شري القعقاع بن عمر التميمي القعقاع وقال قال يا نادي مسلمين تاريخ دبا وقوة ينا يصوم مرا حساق يا خالي لابد ان صحابي دقال كي هقامين ايين هل كان قطس ايا بيب رسوك لا استعمال ايين خطة دا دقال كاسي وحايا هاي ان لقاله مقدمة دو اي دقال كاشو ايو بين قرطو سوا شبطو meel khatara markay ciidamada kala soo wada galaan kuwa kale muslimiintuna hareeraha inay kaga yimaadaan oo saasi dagaalkii beershiya loogu dhameeyey waqaabku u dhacay nafsu shaakil abu damcay qudus inuu ka faa'iidaysto marka waxa la faray bebrish inuu dagaalka hore u qaado markay ciidanka uu bahalkoo dhammi soo galaan inuu dib u gurto waa si khatar dib u garashada haddii lagu raaciyo lagaa dulboodo khatarteeday leedahay adoo dagaalamay inaad dana dib u socotaa diibu dib ugu guulaystay wuu socday maxaa la rabaa waxaa la rabaa ciidanka tataarkoo dhan in la soo geliyo bartan bannaan oo afkii raayo hore laysku haysta dabeetana dib siduu ugu guranayo ciidanka tataarkoo dhan waxay soo gelayaan ishan bannaan ayaa laysku haleelaya bebrit khitadii wuu fuliyey dib wuu soo gurtay waa khita runtii u baahan ciidamo maahiriina oo farsamo yaqaana oo rug cadaaya waa ku guulaysteen iyagoo aan jabin haddana inay dib u gartaan oo tataarkoo dhammi intan bannaan soo galo halkaa markay maraysay ayuu amar bixiyey qutus in la garaaco muusi gadi oo ah ciidamada muslimiinta inay dhaadhacaan ee dabadda jooga intani muqadamadii qudhaba yahay buurahan ku weegaaran meeshay saaran yihiin dabeetana waxaa la soo dhaadhiciyey wixii ciidamo dabadda saarraa intoodii ugu badnayd tataarkii waxaa ku soo baxay wax cusub awal waxay islahaayeen intatan canka geliya xooggoodii oo dhan intan bay ku isticmaaleen ciidamo ixtiyaad iyo meel may dhiganin iyagu dhammaantood dagaalka way ku jiraan laakiin ninkan daaliyey waa kooxdii muqadamada wadatoo qura ninkii ahaa waxaa soo dhaadhacay markaa ciidamadii muslimiinta ah oo dhan weliba wuxuu soo diray koox iyadu waddada xidha halkii layska soo riixay koowaad iyadu xidha meeshii waa la awday dagaalku marka ka wuu isbedelay tataarka wax riixayay muslimiintiina meeshay ku soo weegaarmeen labada kooxood kooxunbaa hadda la waayaya waayo kooxda gudaha ku jirta dagaalkoodu maaha hasiimo iyo nasri maaha ciidanku markuu ku dagaalamayo ama guulaysto ama jab iyo markay tahay nolol iyo geeribes waa ininkan dhan walba waa laga xigaa inuu dhinto iyo inuu noolaado wax ka dhexeeya ma jiro ciidanka tataar tataarkii waxay arkeen albaabkii dambena inuu oodan yahay waxay go'aansadeen markaa dagaalkama dambaysa inay dagaalamaan waxay dagaalameen dagaal aad u xoogan sidii uu saarim
سالمدين أي بكو شيء جي ماي منادي تطاركو ويلفت وقع ضي ماي تردي مسلمين ركحوك بضم بها هو صاكعية قطس أولي دوشة كطاوانية هي أوحى أركا ماي تردي سيولا لصاكعي دبتنا عيدا كلو كحوشي وعلى لصاكعي مركا لصاكعي waxay ku dhawaatay inay qaadu isbeddesho oo ah tataarku dhankan haday soo jeebiyaan in ayagu dusha wada maraan oo muslimiintu gudaha gasho oo khutadii muslimiintu ay dejisay iyaga inay dib ugu noqoto qutus markaas uu go'aansaday inuu isna dhaadhaco isaga iyo ciidamada wuxuu watay inuu soo dhaadhacay muslimiinta si aad baa loo cadaadiyay qutus wuxuu go'aansaday markan inuu geeriyoodo wuxuu iska dhigay koofiyadii birta uu sitay dabeetana isagoo aan waxba xidhnayn buu dagaalka galay wuxuu galay isagoo qaylinaya oo weedha ah taariikhda caanka ku ah waa islaamaha isagoo labuu galay yacni waa islaamaha waa sallaa islaamkiiyey isagoo leh ayuu dagaalka soo galay raggii dagaalamayay markay arkeen qaa'idkoodii ugu dambeeyey boqorkiiyo dagaalka ku jira waan koofiyad dagaal xidhnay oo dagaalkiina adag yahay waxaa isbirit ruux baa dib u gashay macnawiya oo dagaalkii dib bay u xoojiyeen waa iska dhiciyeen maymanadii soo riixaysay dib bay isaga dhiciyeen qutus markuu dagaalka bilaabayba nin baa waran la egtay fallaadh la egtay oo faraskiisaa la dilay isagoo bilaa faras u dagaalka gala أحد القواد المسلمين بأو قدها تقي فرسيسي قال يا أمير المسلمين فول كان فعقيري حوقاقا أما نفع عقاقا مسلمين تكاكرا ما يفوشنو أنو سامبا كنت قال كلا يا إيس إيسوكو أن فرس وطن فوكو في يدي برتهيت سيدن أيو دقال تقال كدي بالا لسيو قاري فرده رسير سحا قار كميدا شكو ولي دقال كوكوشيرا waa la canaantay markii dambe waxaa la yidhi muslimiinta waa jabin gaadhay haddaad adiga lagu dili lahaad oo bilaa faras oo bilaa waxba haddaad dagaalka iska soo gasho oo sikastaa lagu dilayaay muslimkaa jabin lahay wuxuu ugu jawaabay anigu haddaan dhintana jannaan geli lahaa islaamkuna rabbi aan dayacayn buu leeyay aniga ii dayacmi maayo imise fulaan iyo fulaan iyo fulaan geeriyooday buu yidhi aniga hortay oo qaayidiin muslimiin oo la yaqaanay ilaahay baa leh kan oo ilaashanaya dagaalkii marka kan wuu isbedelay muslimiintii waa iska soo celiyeen maymanadii waa la soo kaceen xad baa laysla soo gaadhay katbuqaa laysla yimaado ciidamadii weerarka waday waxaa ka mid a nin la yidhaahdo jamaaluddiin aquush ishams ashamtey jamaaluddiin aquush waa raggii iskaga soo hadhay naasir yuusuf markuu dagaalami waayey dimashq iskaga soo baxay ee ciidamada uu ahaan jiray oo ku soo biiray qutus iyo ciidankiisa jamaaluddiin aquush ayaa katabqa madaxa ka gooyey katbuqa isagoo u haysta un dee waaxid ka mid a tataarka aan ogeynba inuu yahay ninkii meesha watay ayuu kow kaga siiyey sinaariyogii dagaalku markaa uu isbedelay waxay u muuqatay inay jabayaan laakiin marka kan meelay ka baxaan ma jirto waa inay ama isdhiibaan ama madhaan hadday isdhiibaanna in la laynaya way garanayaan waxay go'aansadeen inay waddo furtaan xoog bay u dagaalameen dariiqii waqooyiga ee meesha ka bannaanayd bay furteen dabeetana way ka baxeen waa yaaceen meel labaatan kilomitir u jirta caynu jaalut oo beesaan la yidhaahda bay degeen muslimiintii waa ka daba timid qutus wuxuu rumaysan yahay meeshan ama muslim dambe in la waayo ama tataar dambe la waayo uu ka daba yimi biisaan baa laysugu yimi haddana muwaarikhiintu waxay dhahaan dagaalkii hore ka kulul baa ka dhacay waxaanay ku dhowaatay mar labaad in muslimka lala soo kaco waa la itixaamay laakiin maadaama ay dad badan oo mukhlisiini ku jireen ayahay dartiina u dagaalamayaan ilaahay wuu sugay
مر لباد بي كيرتا طيبالا إلى هذا القطس إساقوا وايس اللامالين وقوفتا قلو يدول الله لسه وكيعي قاري أيوه هذا ندب قوفتا وقلو سلمين دي مركة أركان ماذا حدو ديو دقال كفرونكا كغشرتا وقت كيستانينا قطس وعلى إلى هذا مالي تاسيوح وكدو عيني يا الله انصر عبدك قطس على التتار إلهي وأبدون كان قدس أوهيلي إلهينا سبحانه وتعالى وأوهيلي عيدا أنا فرطة سندود لسوشبين أي عن بكرة أبيهم لخفكرة جيش التتار إيميش مريي ولا مريي مسلمين كنوا بولي السيف مرقى سقوط السجود شقوه وشقا نلقى كحطية وإله سبحانه وتعالى وما هدع لنيا دمشق بغل يقنطف إلى مشربة وشرتا قطس وحكا قوانا الشامن وكساره دبتنا انتو عيد مليسي يدتي داو عمي وحن ميت كآسرية ورسرية أيو ورا قدر غير دمشق أولي هاي بإذن الله وان صوص عضا قال دي نواسو شبي مقال دي مركي مغلين قال كيبا لشبي ديبون بابي شو أباب لأنو حامية دي ماشي تشوفتي شعب كاكو في الأضي هي ندمشق بي حرشتين صدم في رمضان بو صدر ندمشق ودي بو حرش وشعب كي عادي قاهو حرشتين وكوي مضحد أوها وستاكو ماشي كيستك إلا أيي وقار حل حدي وماشي ودن وفر رادين قال دينا سيدك قامو هارينة قائد كيسي مهم كاها ببرس بوكا دبا بدرك وحود دبا درين وشام ودن حرأيو قاضي دمشق ابن تركي اللي ورنش روي عزيلي نجم الدين أبا بكر من الله إلى نقاضى لقدقى مسلمين تي وحي عيد 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 الفطر فرح يقول لا أي دمشق وعيد فبرس عيدا كي هو ذي مقالة دي حلب بوك علي حلب حامية دي تتاكي تشوكتين عكتو مريه دور قدبات قدهود أي الشام وردن لقاقة ساري إنما كتتار ليلة هستي ودمائيه وحمر كاقا عانت مسلمين تكو شرطالي بيدع الكيدة إلا أي الشام وردن أي مسلمين تقف صديق لابا دي ودن والا سكدره سيام فتنة دي هم قريدون كهيدو صور نقنن ففرسوان سياسينا ومرا دي ساقالة صور دقال غشي إيا كوي كهريمي قار كميدا كوي كهريمي قار كودا هو أركيناني فايدة لحين هل دي لبويل هو دي لبويل قار كميدانا كي سارم الدين أي بكل السعودية أشرف الأيوبي يروى قوت شبايا يكا كاو حيري حمص طادي دبما ملوغ النغو مد على الدين ليداغو ابن بدر ابن اللؤلؤ بدر ابن اللؤلؤ إيه هاي سنشري موصل إلا إيم كاينو خصور رنينا كيسي كان حلب بوديب حمانة يدا نكي يستقل لطقال غلي منصور أيو تسيدي دوغو علي ويستقل رقي جهادك كقيب غلي بوها كتبوغا نكي دلي جمال الدين أقوش ساحل فلسطين يغزة بوديب دمشق على مدين سنجر وننكم ده بوادي وويناي مماليكته أيو يستقل بوديب لباتني يلحلي شوال وبالكذب عين جالوت أي دبو قوري وكنا غضي مصر تطارك الدقال كيسي كوات اللي كبيوه دول كان كدعه عين جالوت وحي نغضي ماشي وقود دنبيته تطار بحوق لو كسو الدقال قالي كرو قطسنا كرسي كيسي يوحو نوحو سيستي إنه المسلمين تقول ليستوه
waayo guushan markii la gaadhay ba raggii ay ishayeen ee dib loo noqday dib baa u shakiyeena isaguma sarma gaadhin meel dhexaa lagu dilay fudus koob iyo toban bilood iyo maalmabuu madax ahaa febras baa qabsaday dowladnimadii islaamiga ahayd isagaa 7 iyo 10 sannadood oo dambe xukumayey guulo waaweyn oo islaamiyana markii dambe soo hooyey maxaa ka dhashay raadka ka dhashay muxuu noqday raadka ka dhashay wuxuu noqday kow muslimiintu inay bartaan rabbigooda inay ku noqdaan ilaahay hadday ku noqdaan ilaahay uu heelinayo laba waxaa ka kacay dullinimadii nafsiga ahayd ay moodayeen dii tataarka la arkay in la jabayo ama tataarku dad ah xadiid ka samaysan aan la jabin karin inay yihiin waxaa soo noqotay haybaddii dadka muslimiinta ah hoolaakoo dib uma awoodin waxoogaa yara uu mar xalab u soo diro weerar ku soo qaadqaaday ma inuu soo hungureeyo inuu xaggan dib ugu soo noqdo ciidamadii tataarka ee shaam iyo turkiya iyo falastiin joogay baa la tirtiray 146 sannadood tataar dib uguma soo noqonin tataar soo noqda waxaa ugu horreeyey 844 kii itixaanka ahaa ee taymuur link la odhan jiray islaamka sheeganayay markuu dib u soo noqday baa ugu horreysay 146 sannadood kadib caynu jaaluud waxay kaloo noqotay shahaadadii markhaatiga u noqotay dowlat almamaaliik inay rag talin karo oo dowlada yihiin oo muslimiinta difaaci kara aasaarta ka dhalatay waxaa ka mid ah maadaama dimishq iyo baqdaad iyo qurtababa ay dumeen qurtabana 466 sannadkii bay soo duntay 20 sano ka hor baqdaad qaahira waxay noqotay caasimada cusub ee muslimiinta waa meeshay ka bilaabantay umudunyahay maanta tay taariikhda qaahira ugu fiicani waxay bilaabantay marka kan